الحكاية. اتفضل يا أستاذ ساهر. الحكاية إن أنا كنت واخد قرض ب 140 ألف جنيه من سي أي بي، بس أنا اللي هو كان سيتي بانك، هو اتغير دلوقتي. أيوه. فاخدت ال 140 ألف جنيه وحطيتهم في الشنطة بتاعت بيبي ليز، يعني أنا حبيت يعني عشان ما تبقاش شنطة سمسنايت ولا بتاعت فلوس، اللي هي بتاعت بنتي، بتاعت سشوار بنتي والحاجات دي. ونزلت من سيتي بنك، انا راكن اللي في عباس العقاد، امتداد عباس العقاد. نازل بعربيتي بعيده شويه عشان الركنه هناك صعبه. فنازل وانا ماشي مش واخد بالي يعني من اي حاجه، بعمل بعمل الريموت بتاع العربيه عشان تنور واشوف هي فين يعني وكده او تزمر. فوجئت بعربيه ميكروباص بيضة تقريبا الباب اللي جنب السواق لزق فيا، وواحد نزل منها على طول في ظهري. قالوا لي يا باشا من فضلك بطاقتك. قلت لهم انتوا مين؟ قالوا لي احنا مباحث. قلت له طب من فضلك وريني تحقيق الشخصيه. فطلع لي الراجل اللي قاعد في العربيه ده كارنيه، انا شفت مباحث بالاحمر. اللي ورايا وراني كارنيه. فاديت لهم البطاقه. بعد ما خدوا البطاقه قالوا لي اصل في ضابط زميلنا اتضرب عليه نار واتقتل، واحنا انت بقالك قد ايه في الشارع؟ قلت لهم 10 دقائق. قالوا لي طب عايزين معلومات فوريه بسرعه بس عشان نلحق نعمل حاجه، وتفضل فوق نعمل مناقشه وبتاع ونشوف اي معلومات. طلعت فين؟ في العربيه. فطلعت العربيه قعدوني في الكنبه اللي بعد الواحد يعني. دي عربيه عاملاها ازاي؟ ميكروباص معمول فيها ستاير جوه. ولاحظت ان الباب ده وانا واقف الباب اللي قدام كان فيها نمر او حاجه مكحوته مش باينه. طلعت العربية، بدأ الراجل اللي قاعد جنب السواق ده وعامل نفسه ظابط، طبعا هو ضخم المانيا كده، وده على فكرة لسه ما اتمسكش. قال له افحص متعلقاته. قال لي الشنطة دي فيها ايه؟ قلت له 140 ألف. قال لي جايبهم منين؟ قلت له اصرفهم من البنك. ادي الإشعار بتاع السحب. خده. هات موبايلك نفحصه ليكون فيه صور منشآت عسكرية. اديت له الموبايل. وخدوا المتعلقات بتاعتي، الجواز السفر كنت لسه مستلمه قبلها بربع ساعة من الجوازات اللي جنب مدينة نصر، خدوه ومعاه البطاقة من قبل كده. بعد كده قلت له لو سمحت اديني الفلوس واديني الموبايل، فقال لي هنفحص الموبايل، قال لي فحصته. هو أول ما قال لي فحصت الموبايل عرفت إن هم نصابين، لأن الموبايل آيفون 7 ومقفول، آيفون 6 سوري، مقفول بالبصمة. بالبصمة. فقال لي ما فيهوش حاجه، فانا اتاكدت ان انا في وسط عصابه يعني. بس اداني الفلوس، فتحت السوست عديتهم لقيتهم بنفسي ما فيش حاجه فيهم، قفلتها. قعدوا بقى يتكلموا في الموبايل كده مكالمات وهميه، رقم جواز رقم كذا، ما سافرش بره. طب سالني قال لي طب الجواز اللي قبل كده؟ قلت له بردك ما سافرتش، انا ما بحبش اسافر بره مصر. المهم يعني قعدوا لففوني، طلعوا بيا على مصطفى النحاس وللفه اللي هي الرجعه بتاعت اللي عند مكرم عبيد، ورجعوا بيا اخر مصطفى النحاس تاني ولفوا ودخلوا بيا امتداد شارع الطيران. وبعد التقاطع بتاع زاكر حسين بقى محل الشبراوي، لف لفه بعديها كده ورجع على مصطفى النحاس تاني. طبعا هو الطريق فضي شويه والاشاره فتحت، فقالوا لي انت ما عندكش حاجه يا باشا، بس الا نشوف الفلوس لا تكون مزوره. فخد الفلوس مني تاني الراجل اللي قدام ده على اساس تشوفهم. قالوا لي لا ما عندكش حاجه يا باشا، متشكرين وبتاع، خد الفلوس اهي، نزلها لي من الشباك اللي بتاع الباب اللي قدام. نزلت اخدها جري. فانا يعني لقطت النمره، بس قلت النمره كانت مكحوته؟ لا، النمره اللي في الجنب اليمين، انما النمره اللي ورا شفتها بقى وهم بيجروا. طلعت 707252 اليوبيه بيضه، نمر بيضه، بس مش ما قريتش بقى لا هي اجره ولا هي رحلات، ما فيش. انا اللي خدت بالي مكتوب اليوبيه، خدت بالي منها، و707. بس بعد كده قالوا لي في القسم ما كلموا المرور وبتاع ان النمره دي مش مظبوطه. بس فرحت مكلم النجده وانا واقف في الشارع مصطفى النحاس. كلمت النجده مره والخط قطع، كلمتهم تاني بقول لهم حصل لي كذا 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 كذا، وبعد كده قفلت تاكسي جه رحت موقفه وطلعت على اسم مدينه نصر. الحاجه الكويسه انا طبعا اتنصب عليا، انا عارف، وانا كنت متوقع يقتلوني ياخدوني يعملوا فيها اي حاجه. هل تعتقد انك كنت مرصود منهم؟
انا مش قادر اعرف بامانه، يعني مش قادر اعرف. انا فوجئت دول لازقين فيا، حتى ما عنت يعني الضابط المباحث نزل معايا المكان وقال لي طب هم كانوا واقفين ولا ماشيين، انا مش قادر اعرف، انا مش مركز خالص يعني، ما انا ماشي مش واخد بالي ان هيحصل لي حاجه زي كده. فرحت القسم، طبعا العسكري البوابه جري بيا دخلني فوق، جاء واحد امين شرطه قال لي فيه، قلت له كذا كذا، راح مدخلني لرئيس المباحث. الراجل بصراحه يعني قال لي اهدى حاجتك هترجع، وقعدني وكان معاه حد قال له طب اتفضل انت ونشوف الموقع. قعد يتكلم في التليفونات على النمره اللي اديتها له، كتب شويه بيانات من مني ويعني عمل بتاع. فوجئت النجده بتكلمني وانا عند رئيس المباحث، قلت لهم ده انا في القسم، قالوا لي ما احنا عارفين، ما احنا تحت القسم. فده بسطني جدا لان هم اتبعوني يعني على الموبايل. المهم المباحث قالوا للنجده خلاص هو تبعنا ومعانا. بدأوا بقى، فوجئت بقى الدنيا اتقلبت بصراحة، وانا ما كنتش متوقع كده. هم ما يعرفوش لسه دلوقتي يعني انا ايه ولا بتاع، بس انا اتسرقت وكده. فوجئت بقى ان كل القسم بدأ يتحرك، خدوني ونزلوني المكان الحادثة، وبدأوا يفرغوا الكاميرات بتاعت المحلات. فعلا في كاميرا شافتني، انا شفت نفسي يعني وانا طالع البنك، بس ما كنتش لسه نزلت. المأمور كلمني، معرفش جاب موبايلي طبعا، هم كانوا خدوا موبايلي، قال لي من فضلك سيب هم اشتغلوا وتعالى لي القسم. فلقيت رئيس المباحث جايب بعربيه، مع ان هو كان نازل الناحيه الثانيه عند بنك سي اي بي فرع ثاني، وعداني مع ضباط ثانيين يعني المكان ده. لقيته جه خدني ورحت القسم، لقيت فيه عقيد قاعد مستنيني، طلع لي صور وعلى موبايلات. اتعرفت على اثنين، واحد منهم يعني اللي هو من اللي اتقتلوا، لكن التاني مش موجود لا. وبداوا يعملوا اتصالات وعملوا المحضر، وفوجئت ان مثلا رئيس المباحث الجنائيه بيتكلم وياخد بياناتي، رئيس المباحث مش عارف العامه، مفتش القاهره، مش يعني حسيت كده ان كل شويه في حد يكلم القسم ويطلب بياناتي وورقه وبتاع، ويعني حسيت فيه اهتمام. يعني انت لما شفت الاعلان عن مقتل عصابه بتسرق الاجانب وكده، انت ما شفت الصور دي في المواقع المختلفه؟ لا انا هقول لك بس، لا 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 خلينا دي هننقلها، دي خطوه ثانيه. انا عاوز اوصل للخطوه دي. الخطوه دي احنا يوم الخميس الصبح جالي تليفون من رائد من اسم مدينة مصر، قال لي من فضلك اتوجه دلوقتي لاسم التجمع الخامس، هتقابل اللي هو بتاع مباحث. فطبعا انا كنت خايف لا يكون كمين، لان الراجل ده كلمني ما اعرفش نمرته مش متسجله عندي، انا ادوني نمر ناس في المباحث وبتاع، لو في حاجه يكلموني. فاخدت ثلاث عربيات وانا ركبت في العربيه اللي في النص، وعشان انا مش عارف ايه اللي هيحصل، ورحنا الاسم فعلا. فلقيت يعني لقيت الايطالي ده جه بعد كده بس، ولقيت واحد اللي هو البرتغالي ده ما جه بقى بعدينا، ولقيت اتنين مصريين جم برضك نفس الحكايه، العصابه دي خدت منهم حاجات، وقعدونا من الساعه 9 للساعه 6. في النص جت المباحث زعلانه يعني في حزن كده، ما نعرفش ليه. هم طبعا احنا كنا متوقعين، احنا كناس قلنا كده ده دول هيعرفونا عن الناس النهارده، اكيد هم قبض عليهم. ففوجئنا بتوع المباحث جم، والضباط والامناء الشرطه شكلهم زعلان، يعني شكلهم ان هم يعني ايه، فاحنا قلقنا. والعقيد اللي كان قابلني في مدينه نصر ده جاب لنا بطايق ناس وفرجنا عليها. شكيت انا في واحد، قلت له هو ده منهم، ورانا كارنيهات المزوره بس كارنيهين بس مش هو، دي الكارنيهات اللي طلعت لي. وبعد كده بقى انا قريت على النت بيان وزير الداخليه على الموبايل، فجه الساعه 6 كده قلنا لهم احنا تعبنا مش قادرين يعني، فقالوا لنا اتفضلوا، قلت له هم دول اللي اتقتلوا وبتاع، عرفنا ان قالوا لنا يعني هم دول اللي اتقتلوا. فهم كانوا واخديننا على امل ان احنا ان هم هيقبضوا، الماموريه من ساعه ما طلعت هم جابونا الاسم على اساس هيجوا يقبضوا عليهم ويجيبونا. فانا هنا اؤكد ان ما كانش في نيه ان هم يموتوهم، لان هم فعلا شكلهم ان هم يعني ايه مش جايين مبسوطين قوي، كانوا عن نفسهم يجيبوهم صاحيين، ده اللي انا انطباع عن الشخص يعني. وبعد كده خرجنا
من القسم. تاني يوم كلموني برضه قالوا رحت قابل رئيس النيابه في التجمع الخامس، رحنا ولقيت ناس تانيه كمان ما كانوش جم في الاول، ناس سمر كده كانوا قاعدين مع رئيس النيابه وافارقه يعني. ولقيت كمان في اتنين تانيين مصريين بسطة شويه واخدين منهم 40,000 برضك مستنيين بره، والناس الراجل البرتغالي والراجل الايطالي قعد عمل محضر او خد النيابه خدت اقواله وعملوا لنا المحاضر دي ومضينا عليها ومشينا. انا هنا يعني انا يعني انطباعي عن الشرطه رغم ان انا اتسرقت بجد يعني، مش انا ما بجاملش، وانا حتى لو تدخلي على الفيسبوك تلاقيني انا بعارض كل حاجه وفي اي حاجه. انا اعدائي يعني او اصدقائي قليلين بسبب ارائي. لكن حسيت فعلا ان هم اتعاملوا معايا باحترام جدا وباحترافيه وبامكانيات محدوده. اخبار ال 140,000 جنيه ايه؟ لا ما جوش. طيب خليني اروح لسياده النائب. سياده النائب يعني